كنضرب ديال امو بهاد القرعه هذه، عرفتي راه كنتسنى غير نقرب له، راه واقف تما بالعاني وما باغينيش ندوبل. ديما خاصني كيف كتشوفوا مشيتها ليه انت الرموك، خاصك تمشي حتى ليها انت، شوف حتى ليها وكتدور كتخلي لي سباس هنا، الناس دايرين رموك عايشين بخير ودايرين فلوس ودايرين بزاف د الحوايج. هذا راه رادار، هذا هو الرادار اللي كيوريني الا كان شي بوليسي قدامي ولا مورايا تابعني ولا شي بوليسي واقف مخبع كيصيد بنادم اللي غادي بسرعه. عرفتي الاخوان وقع لي واحد البلان كيداير اللي بلان عجيب ومضحك. تخيل معايا دابا انه في الولايه ديالنا اغلبيه عندنا كيكون كطيح الشتاء بزاف، يعني ولايه معروفه بالشتاء، ودابا فهاد الصيف هذا الجو داخل سخون بزاف، يعني لواحد الدرجه انه غادا تقريبا لمده 3 شهور وغير الشمس غير الحراره، والطوموبيله كانت توسخات مزيان مع هذيك الحراره والغبره وداك الشيء، وديتها البارح غسلتها مزيان، يعني درت لها واحد النيطويه يا سلام. تخيل معايا دازت ساعتين ولا 3 سوايع من بعد ما درت لها داك النيطواياج وهي تبدا تطيح الشمس، دا مابقاش كنقول ياك ياك اخويا ياك. عرفتي ردت لي الطوموبيله مغيسه كامله من الجنب، وتخيل معايا 3 شهور ولواحد الدرجه حتى مابقيتش كاع كنبغي ندخل واش غتجي تجي الشتا ولا ما بغيتش كندخل النشره الجويه زعما نشوف واش جايه الشتا ولا لا، مشيت ديريكت غسلتها بلا ما نفكر. كوميم هي مازال احسن، يعني مازال نقيه، يا هادشي اللي كاين. خليكم معايا غادي تشوفوا الاخوان كيفاش كيدوز الروتين المغربي في امريكا، كيفاش كندوزو النهار كيفاش كنسوقو، وغادي نمشيو نديرو السياقه ديال الشاحنات اللي واحد المهنه اللي كيبغيوها بزاف ديال الناس. غادي ان شاء الله نجرو عاوتاني واحد جوج تريلرز، غالبية الاوقات كنجرو جوج تريلرز، اي موراها ان شاء الله غادي نشوفو كي غادي يدوز الاجواء كي يدوز النهار. نتمنى ما نخرجوش في شي حادثه الله يحفظ ولا شي حاجه، واخونا هذا غادي يتقيل. يا المهم نتمناو ان شاء الله يدوز نهار بيا سلام وتشوفوا معايا كي داير الخدمه، ونهضر شي شويه على النهار والروتين ديالنا كيفاش كيدوز هنايا في امريكا. وكيف قلت لكم يعني الخدمه فاش كتخدم لوكال، يعني كتخدم قريب للدار ديالك، كتخدم بالليل وترجعك بحالك، سواء كترجع مع جوج ثلاثه اربعه وهادشي اللي كاين. بالنسبه للناس اللي غيبقاو يسولوا شنو هذا، هذا راه رادار، هذا هو الرادار اللي كيوريني الا كان شي بوليسي قدامي ولا مورايا تابعني ولا شي بوليسي واقف مخبع كيصيد بنادم اللي غادي بسرعه كيعلمني. شي نهار بغيت ندير لكم فيديوهات عليه فمرحبا به. بزاف ناس يقولك ماشي قانوني، ولكن الولايه الوحيده اللي في امريكا ماشي قانوني فيها هي فيرجينيا. الا بغيتي نديروا لها شي فيديو ان شاء الله فخلي لي كومونتيرات، وما تنساوش انتم عاوتاني مابقيتش كديروا لايك في الفيديو الاخراني اللي قبل من هذا، عجبتوني بزاف بالكومونتيرات واللي لايك، الحمد لله وصلتوا ل 100000 لايك وشكرا لكم بزاف على داك التفاعل. فما تنساوش ديروا لايك ديروا لايك ودير لايك اصاحبي وبرك لايك. الله يسهل على الجميع، ما تنساوش ربي كبير. يا بسم الله، نحط التليفون هو الاول، ندير التليفون يتشارجا، ندير ماريو خاصي تطلق، نتسناو دوك راهم البولات يطفاو كاملين. بسم الله سير الله نوترول. قدو الفولون، قدو الكرسي مزيان، دابا نشوف لوك بوك كيف العادة الاخوان. هادشي اللي شفتو معايا كنتشيكيو الروايد كنتشيكيو كلشي باش كنشوفو ما نخليو حتى شي حاجة اللي مهرسة. كيف العاده راكم دابا شفتوا الروتين، عرفتي بزاف ديال الناس والله الا بزاف ديال الناس بقات تيقول لي يا خويا سفيان يدير لنا الفيديوهات ديال الرموك، داكشي علاش نديرو الفيديوهات ديال الرموك. وفي نفس الوقت غادي نحاول نجاوب على بزاف ديال الكومونتيرات في هذا الفيديو هذا، وفي نفس الوقت حنا مطلعين نهارنا ونشوفوا كيفاش غادي يزاد النهار هذا.
بزاف الناس اللي بقاو كيسولوا على هذه القضيه ديال كيفاش كتجر جوج رموكات وعلاش ما كيديروش فرموك واحد. بالنسبه لجوج رموكات كاين مثلا دابا انا فاش كنوصل السلعه ديال مثلا هنايا من واشنطن ستيت لاوريغون فديك جوج رموكات راه كاين واحد اللي غيتحط في اوريغون يعني غيتحلوا غيجبدوا منه داك الكراتن وداكشي الاخر وكيكون مثلا الرموكه الثانيه غادي نحطها تما وشي واحد غيهزها من تما ويهبط للجهه الاخرى اللي تحت يعني كاليفورنيا. هذا الاخوان بلا ما نوريكم دابا وليتو كتعرفوا تسوقوا ندوروا على اليسار كيف قلت لكم ديما كتبع البلاصه فين غادي. شميت ريحه الشراب قبل ما نوصلت لعندها فتخيل معايا انا ماشي بوليسي والبوليسي اللي جا وشم ريحه الشراب يعني راه هو هذاك الانسان عنده خبره ديال سنوات وكيعيق بك بلا ما يشمك من بعيد يقول لك واش سكران ولا ماشي سكران بانه راه كاين ريحه الشراب راه ما غايشمش ختنا بقات كزر معايا ونحس بها بعيني انها راه ماشي تالي يعني هادشي هذا كامل ما غايعيقش باللي راه سكرانه. دابا شي واحد في الكومونتيرات لواحد الدرجه بقى كيهضر الناس يقولوا باللي الا راه ما يمكنش راه انت اللي قلتيها لك وما قلتيهالوش البوليس راه ما غيعيقوش بها. واش صحاب لكم حتى لهاد الدرجه ان داك البوليسي راه مكلخ وما كانش واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه يعني حتى واحد فيهم عرفتي شي كومونتيرات والله الا بقاو كيضحكوني قلت ماشي مشكل خليهم ينتقدوا ويقولوا اللي بغاو يقولوا. ما عليناش هذا نهار جديد نهار اخر فلوغ اخر فما تنساوش ديروا الكومونتيرات وقولوا لي حيت بزاف ديال الناس بقات تقول لك ما ديرناش الاغاني ديرنا بحال الفيديو اللي فات وتكون غير كتسوق وحنا ما دير لا موسيقى لا والو حنا نشوفوا معاك كيفاش كتسوق كيفاش الترافيك كيفاش الدعوه دايره وهذا الشيء اللي غادي ندير ما غندير لا موسيقى لا والو غندير لكم فلوق عادي بحال راه نتوما خدامين معايا. شنو هذا؟ هذا جي بي اس. هذا جي بي اس ما ديرش الشيء ديال الطانو ديال الروموك هذا جي بي اس عادي سميتو ويز هذا كيعاوني الا كان ترافيك لا عاوني الا كان شي بوليسي شي اكسيدون شي لعبه كيعلمني قبل هذاك الاخر كان عندي في الطوموبيل هذاك رادار هذاك كيطلع البوليس اللي مخبى هذاك لا وهذا حتى هو تيقول لك فين البوليس ولكن الناس اللي كيقولوا بلي راه كاين واحد البوليس تما اما الرادار لا الرادار تيخدم بطريقه اخرى. فهادشي اللي كاين اليوم غادي تشوفوا كيفاش كيدوز الروتين ديالنا ديال السائق شاحنه في ميريكان. انا عارف انه بزاف الناس عزيز عليهم هذه المهنه هذه لانها مهنه صراحه ما نكذبش عليكم مهنه زوينه بزاف مهنه من المهن اللي كنت كنحلم بها فاش كنت في المغرب والحمد لله كنت درتها في المغرب وجيت لهنايا ودرتها وعجباني واخا كاينين بزاف الفرص ولكن سبحان الله فضلت هذه على اي فرصه اخرى. في الفيديو اللي فات بزاف الناس كانوا دخلوا لذاك التطبيق ديال كيمبلي وطبيعه الحال هذا الفيديو هذا مسبونسوري عن طريقاش كيمبلي. كيمبلي هو واحد المنصه اللي كتخليك انك تتعلم الانجليزي بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف وانا براسي كندخل ليها كنهضر ديريكت مع الكوريات وبلا ما نحمق راسي بلا ما كنقلب كندخل كنلقى كوريات ديريكت واجدين كنهضر معاهم كنتعرف عليهم كيعلموني اصاحبي انني كيفاش نهضر معاهم وغادي تزيد تعرف وغادي دير اصدقاء ويعلم الله. المهم انت راك عارف شنو غادي يكون. وفي الفيديو اللي فات بزاف ديال الناس عرفوا على كوريات وبزاف ديال الناس ولات كتطلق الانجليزيه ديالهم شحال من واحد كيخلص بزاف الفلوس في البلاد ديالو ولا في شي مدرسه بخيفي وهو ما عارفش انه قل من ديك الفلوس اللي كيخلص يقدر يخلص غير قل في هذاك التطبيق ويدخل ويتعرف على كوريات ويقرا من الدار فوق ما بغى اكثر الاستاذ اللي بغيت. وفي هذا الفيديو هذا جبت لكم الكود ديالي اللي غادي دير جدي 50 كيف كتشوفوا هنايا وغادي يعطيكم واحد ديسكاونت خيالي. علاش؟ لان هذا الفيديو هذا كان سبونسوري للمره الثانيه وقلت لهم تهلاو ليا في الدراري ديالي عاطينكم عن طريق الكود ديالي 50% غادي تحيدوا منكم بزاف ديال الفيس وغادي تبقاو تخلصوا شي حوايج لا علاقه. شوف الفلوس ديال الكاسكروطات وداكشي ديال القمار داكشي كامل ما خدامش غير استثمار
تكرههم في لونجلي غادي تعلم شي حاجه اكثر من لونجلي وغتستافد شي حاجه اكثر من لونجلي وغادي تعرف عليها قوريات اصاحبي فهمني. ونزيد لكم واحد الحاجه، واخا دابا انت ما باغيش تخلص الفلوس غتدخل لهذا السيت هذا عن طريق هذا اللي غنحط لكم لتحت واللي كتشوف الفيديو، وغتكتب غير الكود ديالي ويعطيوك خوم 15 دقيقه فابور. تخيل معايا 15 دقيقه ربع ساعه وانت غتقدر مع القوريات، تقدر في ديك الوقيته تعرف على القوريات. هذا العرض هذا اللي قلت لكم كامل، وهذا الفيديو هذا راح حصري يعني غير ليا فقط، وهو راه ماشي غيبقى ديما. الناس اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو وخاصهم يتعلموا لونجلي ولا شي حاجه يدخلوا دابا، علاش؟ قبل ما يفوتكم الترند، راه هذا الشيء هذا راه ما دايمش. وما تنساش القوريات ولونجلي وزيد وزيد وزيد، راه غير الا ما بغيتيش تستعمل هذا السيت راه شي حاجه الهربه. راه جبت لكم، شوف جبت لكم، راه جبت لكم دجاجه بكمونها عباد الله وبكمونها. بزاف الناس غيبقاو يسولوني يقولوا لي خويا سفيان دابا نتايا عندك تقريبا واحد التجربه في 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 سياقه شاحنات في امريكا، واش تنصحنا بها؟ شوف انا ما نكذبش عليكم، انا ديما غنبقى نقول لكم واحد الحاجه اللي كنقولها بزاف في السوشيال ميديا في الانستغرام، يعني باش دخل ندير انستغرام دخل ندير انستغرام، بزاف د الحوايج اللي كنشرحهم تمايا بالنسبه للناس اللي كيسولوا على هذه المهنه هذه واش تستاهل ولا لا. هي شوف هي مهنه دايره بحال هكايا، يعني مره تيكون المارشي طالع مزيان تقدر تكون الخدمه مزيانه، يقدر مره يكون المارشي عيان يعني الخدمه تكون مقتوله، وهذا كيعني انه كل ما كتكون الخدمه مقتوله كل ما تيكون السالير طايح شويه. ولكن كاينين الخدام اللي زوينين في اللوكال اللي تقدر تخدم فيهم وفلوسك تبقى ستابل، لانك كتكون خدام سالير ولا كتخدم تكون خدام بالساعه ولا اوفر تايم تاديبون على حسب انت والشركه اللي دير. غادي تقول لي مثلا واش المهنه ديال دابا شي واحد يلاه جاي امريكان واش تستاهل يديرها؟ انا ديما نبقى نصح الناس اللي جون اللي في العشرينات حتى 30 35 عام، ديما كنصحهم الى فيك ما تقرا سير قرا اخويا العزيز، سير دير شي ديبلوم، دير الميكانيك، دير البلومبي، دير الالكتريسيتي، دير الاي تي، دير النيرسينغ، دير شي حاجه من الحوايج ديال ديال انه تخدم هكايا. اما الا كانت عندك الا ما كانش عندك الكانه ديال القرايه وعندك الكانه ديال السوغان، لان راه الخدمه هذه كلها غير سوغان، يعني عزيز عليك السوغان وما غاتملش منه، فسير توكل على الله ودير البيرمي درموك. علاش؟ لانه هو بيرمي ولا واحد الشهاده اللي ما كتاخذكش بزاف الوقت وفيها الفلوس، فيها ما يدار وفيها تعيش مزيان ومخير كاع. انا كنعرف بزاف الناس اللي كيخدموا واحد سالير اللي ضعيف، تقدر تخدموا في اي خدمه اخرى وتدخلوا، ولكن كاينين شركات اللي تعرف كيفاش يعني تضرب صاريف زوين في السيمانه بيوم زوينين، راه الناس دايرين رموك عايشين بخير ودايرين فلوس ودايرين بزاف الحوايج، الناس بالقرايه تاهما عايشين بخير، اي حاجه زوينه. انا الحاجه الوحيده اللي نقول لك سير تقرا ودير شي حاجه اللي انت كتبغيها. هاد الدورات هادو الاخوان تيكون شي شويه صعيبين بزاف، وبحكم انني سايق جوج رموكات فانا ديما خاصني كيف كتشوفوا مشيت عليه انت الرموك، خاصك تمشي تاليها انت، شوف تاليها وكتدور كتخلي لي سباس هنايا. على شي مره بحال دابا انا ندير واحد الدوره هنايا، ندير واحد الدوره هنايا، يقدر مثلا شي واحد وقف تمايا في ستوب ولا شي بوليس يوقف شي واحد تمايا باش كنخلي لي سباس ليه، ما عرفتش واش غيبان لكم. وديما في التقاطعات الطوموبيل اللي كيخرجوا، شوف كيخرجوا من هنايا و تيخرجوا من هنا من الزاويه اللي ما كتبانناش بزاف، يعني ديما الانسان يرد باله. شوفوا دابا الاخوان كي كتشوفوا هذا الكلب هذا، شادو هذا الكلب هذا من الصباح شفتو كي داير جاب العاني، دابا راه هذه هي الخدمه ديال الليل.
شي وحدين كيبقاو يجيو قدامك ما كيخليوكش الدوبل. دابا راه وقفت تما بالعاني وما باغينيش ندوبل. غيجي قدامي غندخل في دير مو خليه يجي. ندوبل ومن الصباح هو واقف هنايا. عرفتي غنضرب دير مو بهاد القرعه هاد والله حتى غادي نضرب دير مو بهاد القرعه هاد. عرفتي راه كنتسنى غير نقرب له. عرفتي باغي غير نقرب له غادي نضرب. شتي كيهرب تقريبا ديما تقريبا ديما. هادي شي جوج سيمانات نفس البلان. شي واحد كيبقى يجي كيبان له في الرموكات شنو كيبقى يدير. كيبقى يجي قدام كيلعب معاك من هنايا ومن هنا وما كيخليكش كاع الدوبل. ودابا عرفتي اقسم بالله راك كنقرب لك غادي نضربوك. عرفتي كيجي عصبني بحال دابا غيشد شي فران غادي نضربو هو اللي منو الغلط. علاش؟ لانه هو فيهم هاد الخصايل هادو. في الليل تتبقى تسوق مع جميع انواع المكارب. كاين اللي سكران كاين اللي مبوق. وهادشي علاش نقول لكم شي واحدين فاش كيكونوا سكرانين ما تعطيو ما 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 تحنش فيهم. غوت البولي شريال ديال امهم. علاش؟ لانهم كلاب. راك شتي كيبلعني يهز يديه زعما عاطيك زعما هذيك الميدل فينجر وما بغاش يخليني ندوبل. كلب ديال امو هذا. شويه على شويه كيف قلت لك هذه راه ماشي المره ماشي الثانيه ماشي الثالثه. الانسان يصبر وخا صبرني صراحه ما نكذبش عليك. ولكن المهم قلت هانيه داير الفلوغ. الفلوغ هو هذا باش نضحكوا كاملين نشطوا كاملين. فما تنساوش ديروا معاكم كومونتير ولايكات باش باش نزيدوا عاوتاني في فلوغات اخرين. اوكا غادي نبقاو نرجعوا للفلوغات ديال ديما ديال الرموك والسوغان. تحياتي لكم. وهكذا نكون انتهينا من العمل. ما تنساوش البارطاج معكم ونشوفكم في فيديو اخر وما نطولش عليكم. ما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك.